صح ولا غلط؟ باش نعطيكم ثلاثة أخبار وانتم تطلعوا كي العادة صح ولا غلط. الأخبار الأول، شخص كان مسافر على متن باخرة لقاو عنده فاليز في كرهبته معبية بطوابع وباسبورات مدلسة. صح ولا غلط؟ نجم نقول صحيح. أنا كي نقولوا باسبورات دونك طوابع شنو حسب رأيك سعدي؟ جبن خاطر جبن حليب يختلفوا بيهم طوابع سكر. نحكي لك الحياة المفقودة طوابع بريدية. لا الحليب ولا موجود وجبن موجود ما نعرفش كان في بالك موجود. والخبز موجود والسميد موجود اي طوابع سكر طوابع بريديه لا غلطه طوابع سفر يا ودي طوابع سفر يا ودي عنده باسبور وطوابع مش شكون اي طوابع بالله نسالك سؤال تعرف خلص لك سؤال تعرف بالافضل انت يقولوا انت مثلا مجرم انت مافيوزي دخلت في مثلا دومين بتاع ضربين الباسبورات انت كوليد كنت تضرب تهز باسبورات وتمشي يقول لك جيب طوابع جيب طوابع بريديه ما نعرف طوابع بريديه ايش تعمل بيهم؟ نسالك سؤال لو انا مش ناخذ منك باسبور مضروب ونقول لك اعطيني الطابعة مش نبعثه لك بالبوست نقول لك اعطيني الطابعة طابعة بريدي لصقوا في الباسبورات ما لصقوا في الباسبورات طوابع نتاع القبائل طابعة سفر اي سفر لصق فما فرق بين طابعة بريدي وطابعة سفر اي نكون مجرم فاشل معناتها الغالب سافرت قبل وليد سافرت اي لوين؟ خارج حدود الوطن. أنا كامل أنا كامل. غلط أنتو كا. أصل الحكاية شنو؟ الحكاية إنه شخص هذا تلقاه في كرهبته. ركزوا ركزوا. أسمعوا هذي. تلقاه في كرهبته. أسمعوا هذي من عرش كان الصورة فما حاجة تدوخ. أسمعوا هذا الخبر. أش لقاو؟ في كرهبته فاليز متخبي فيها طفل قاصر كان ناوي يحرق في الكرهبة متاع عمه وعمه هذا هو اللي عاونه. معناتها العم ماشي على باخرة حط فاليز فيها وليد صغير باش يهربوا في الكرهبة. فاليز 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 شفت هالفاليز ما صدقتش روحي قد ايه عمره طفل شو مالها روحي يعجبك قاصر وما قالوا ما عطاوش طفل اي معناها طفل صغير كيفاش تلهوث في الفاليز حتى ما باليش فاليز كبيره انت مشكلتك تلهوث ركز هذا انا تعرف شدوا شعبين له قول له خرجوا عاود حطوا وريني ليش وكا وبعرف بقى على روحي مشكلته وليد كشتلا ولا سوفيا يا وليد اسكت سعاد تفضل سوفيا والله من اعز حاجات من احسن تعليقاتي تعليقات وليد اي من المتبري منه ما وليد يطلعوا معاه لا ما تسمع يا سعد يهرب يا سعد يهرب فيه يرحم والديكم يا سعدي مسافر بكرهبته قصد سكرته وطفل مهربوا او شو يصير ينجم يحطه في الفاليز يطلع للباخرة تخرج الباخرة يحل الفاليز يعمل دورة 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 يتنفس كذا قبل ما يخلطوا عاود يرجع الفاليز كيما نجم يتخبى في الكهرباء في الكرسي تيليني يتنحى يتخبى ويتسكر عليه كرسي عبارة يولي كاينه تبع الكرسي بليلة ما تفسر لهنا الناس ما تفهمش يعني مش باهي لا فسر المستمعين المستمعين فاهمين اي ولا مش عم نجم يقول ما في باليش مش معنا في حال تقدير ولكن سفيان معناتها الاستهتار وكيفاش طفل صغير ومطلع معناتها هذا هو السؤال مش استهتار ما دام عملها هنا سامحني سفيان هذه ظهرة ملا عامل كعبتين كعيبة قبل معناها مهرب شكون قبل ألف يلا نقعدوا مع الأطفال أعطينا الأخبار اللي بعده يستغل في طفل عمره 10 سنين لبيع المخدرات في المؤسسات التربوية صحيح ولا غلط؟ سفيان صحيح لا 10 سنين شوية 10 سنين يكون صحيح ربع ابتدائي ربع ابتدائي استغرب شيء صحيح الأخبار هو شخص مصنف صحيح 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 هو شخص مصنف خطير جدا يروش المخدرات بجميع أصنافها بالطرق هذه نسمع حسام دين جبيبلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني مع جهان ميلاد في إصباح الناس حتى في التضامن معناها ثم شكون استغل حتى قاصر عمره 10 سنوات و11 سنة باش يقوم بتوزيع السموم هذه قرب المؤسسة التربوية تقريبا يعني القاصر معناها 10 سنين باش يمشي يبيع قدام المؤسسة التربوية دونك هذايا اللي صار حي تضامن من الوحدات اللي قام بها سواء كانت في العدلية أو في الوحدات الاستعلاماتية في رفض الحاس والتفتيش واللي تمت الإطاحة بالمروج مصنف خطير جدا ويستغل في القصر ويستغل في أطراف أخرى اللي هي تقوم بترويج خاصة الأقراص المخدرة سواء كان في محيط المؤسسات التربوية أو في الأنهج المؤدية له نحكيه على تقريب كما قلت لك 5000 قرص مخدر تم حجزه وأكثر من كيلو من القنب الهندي قطع مختلفة معناها دخلت حتى بالمئات تقريبا بالقيمة الجملية قدرت ب 380 ألف دينار واو 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 الرحمة لي مع تسعدي هذوما الرحمة لي فل عشرة يا ميمتي لا شرف ولا أخلاق يا أخوي أنت مجرم ما بعد على الصغار أنا أخزلي أنا راني نستغرب من العباد اللي قاعدة تستغرب خاطر راهو يلزمك تمشي تشوف شنو صاير في المدارس متاعنا شبيك يا ولدي يا ولدي انا ساعات نمشي نوصل بنتي مثلا
أقسم بالله أقسم بالله يا بلال، الكلام اللي تسمعه من عند البنات والأولاد إلا مخك يقف يحكيوا في حكايات. وبعد لفتها عم السعدي نعمك خليت فيها عم خليت فيها عم بنيت عمي راهو مخك يقف. انت كتقول لي 10 سنين راهو ثم بلايس العساس يبيع في المخدرات للتلام ذا. اي ما هوش اخطر من 10 سنين نحكيلك. لا لا نحكيلك نعطيتك امثلة. انا نعطيك في امثلة يا اخوي يقعد مجرم عساس. نحكيلك انا نعطيك في امثلة. 10 سنين بريء ولا لا يا ولدي مع الفلوس ما فماش براءة لا لا يستغل فيهم. سوفيان قسما بالله الجمعة هذه الجمعة هذه كي روح يستغل فيهم راهو 10 سنين سامحني. اي تغريري سوفيان لحظة الجمعة هذه كي روحت انا مش بركاج ومش صغيرة تبك 10 11 12 فهمتني الساعة تشوف لبستهم وتشوف كذا وأنا منا في زنقة هك بداوا من الأول يا كز يا كذا يا مغادي والله كمان كبزوك وبعد أكل غمزان اللي بدأ يجبد فيه حديد وبدأ يا عجبكش إذا فين هذا شعلنا فيه مش لازم مش لازم بلا سخر واحد وكاك وجاء منا واحد صاحبي منتها نعرفه هاي يمشيه ومشيه ومحسيله. قلت له خي شو وين هذول الساكنين؟ قال لي هذول أولاد البقعة الفلانية 9 سنين وعشر سنين يبركيك عادي جدا. وانت ايش تعمل في زنقة؟ زنقة في النهار في النهار في الليلة انا فهمتي مو بالحد ما تبدا الدنيا فارغة مش كما بالله خفت سفيان والله في لحظة من الأحداث خفت شي 10 15 بالحجر برك بالحق والله العظيم والله اخي تذكروا الله يرحمه البركاج اللي صار هنا في ثنية الله معناتها اولاد صغار انا هاو هاو مياو مياو صغار شنو عاودوها هذيك اللي احنا نعملوها كيفاش هاو كيفاه هي يا وليدة هاو هاو مياو مياو با با صغار مشيت على روحي وقتها وصلت شكون اي كي هم يقولوها احنا ننقلوها زاد عاد يعني تي لحظه عاد مش غالي خلاص بعد شوي نسمع في واحد طفل صغير وكتلفت هكا صغير ما نامو مثل له ما تتلفتش انتي ترفى ذي ما حبش يقولوا لك ما مثل له ما تتلفتش انتي يا هو هو يا ميعو اقتموا بالله ترجع الا ما كذا كذا عكس ترجع له تهزوك كان عندك كريبة تركبه في الكريبة قلوا جا مش نحكي لك حكاية يا بلال يا بلال يا ربي نرجع نرجع يا ولدي معناها حاجات غريبة وي سوفيا الكلام الساعة نوعية أنا قلت لكم فما في المنزع سيد قهوة كنت ديما نشرب في قهوتي وليت نخاف خاطر نلقى 9 10 12 سنة انا وفول كذا ويهنتلني ونغزر نلقاهم شله صغار قاعدين كان باش نتغشش باش نطيح قدري كان باش نحاول رد الفعل قدري يطيح اكثر معناتها وليت ما عادش نمشي القهوه انا نلقى شله نعمل دوميتور ونكتب له صخبه كسبب ثم طفله عامله عيسى مع بعضهم يقولوا مع بعضهم هات 5 هات دينار هات 10 هات والله ومن الاول يجيك بالسياسه اي يا عمي نقول انت مد 5000 بالسياسه ومن بعد يحرش اللغه طفله عامله عيسابه فيه 7 من الناس قسما بالله بليل شدوا ولاد وبنات لا ما شدوني في الكوليج يسرقوا الحوانت يسرقوا التلامذه وكذا ومقر الاجتماع وين عاملين مقر ورا دار الشباب من تالي مقر يجتمعوا زي الابحاث تاعك طيحت البحث لا الابحاث كي شدوهم بعد يدخلوا الحانوت مثلا بعد كذا السلام عليكم مع السلامه وكذا الاخر يجبد تقزوز الاخر يجبد باكومو على بعض وعلى بعض التلامذه يشدوا بركاجات التلامذه ينحوا فلوسهم عصابه عصابه كريمه عصابه بالمقر نتاعهم بكذا بكل شيء سؤالي المطروح هي. اين الاولياء هذا اللي سالته للسيد قلت له وين بيتهم هذوما قال لي هذوما ولادك كذا ما كذا يلا فاصل